تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تبارك الله إخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم من سوق 3 أزرو بتاريخ 15/11/2022. اللهم يسر مليح تبارك الله ديال الخروف، زين تبارك الله. كاين الاخوان بعض المتتبعين تيسولوا على حساب النجم ولا الخروف، واش مدايره في الثمن. تبارك الله. وقلنا الاخوان كاين بعض المتتبعين تيسولوا حساب النجم ولا الخروف، هنا الاخوان فيها شويه الثمن صراحه، كاين الثمن، ولكن الصراحه بحال دابا النجا اللي تكون جره هاد الخروف هذا راه اللهم يسر، لا تبارك الله غادي تكون الثمن غتوصل 2500 درهم ولا 2000 درهم. سمعتو قبيله قطعهم ب 1300 درهم، مش قطعهم عطاو يمكن واش 24 اللي عطاو 1200، قطعهم 1300 باش قطعهم ويسخر الجميع. هم الاخوان هذه افتتاحيه من سوق 3 أزرو، اللهم يسر. مازال ان شاء الله باش نكون معكم اثمنه ديال الخروف والخروفه والنجا، هذا ديال عين الله تبارك الله، خلفان ملاح اللهم يسر. عطاو 1500، تيقول 1800 درهم. هنا الاخوان مازال الظلام، مازال الشميشة ما سرقاتش، اللهم يسر. ثم الاخوان كما تشوفوا يعني كاين فرق كبير، شوف تبارك الله الوفاء والقدر، وهادي ونقولوا هنا قطعهم ب 1800، 1800 مع 1300، فرق كبير الاخوان، اللهم يسر. والله ما قبيله قال له 30، ما نعرف فاش بقاو دابا 30، عاطينو قبيله ما عرف فاش بقاو دابا. تبارك الله اللهم كاين المليح تبارك الله. كاين بعض الكسابات تيفضلوا هاد الخروف الرطب على هاد الكبير، تيقول انه يطلع على يديه، ولكن هاد الخروف الا كان مع مو احسن، الا كان بوحديتو تيتردع شويه، الا ما لقاش كما تيقول الجو الملائم تيقدر يتردع، ما يقدرش يكبر. ولكن بالنسبه لهاد الخروف دابا هذا راه مردوع، هذا لقى غير التالو راه تبارك الله تيمشي فين، الله يسخر الجميع. مازال الاخوان دابا تقريبا الساعة تكون شي 5، هادي دابا تقريبا 5، السوق مازال خاوي، يعني حتى الفجر مازال ما ودنش. تبارك الله عليكم الاخوان، اللهم يسر.